بعد رقصة العرضة لترامب في قلب الرياض، تتجه الأنصار صوب ما الذي سيفرز عنه هذا الحراك الدولي والإقليمي الواسع في العاصمة السعودية التي تشهد مناخا سياسيا على كافة الأصعدة. الحمد لله القمة على مستوى رائع وتحول كبير جدا يعني على المستوى العالم العربي والإسلامي والأمريكي. اليمن كانت حاضرا رئيسا في التداولات وحضرت كمحور أساسي في قلب الرؤية التي تم التوقيع عليها وعرفت بالرؤية السعودية الأمريكية، وركزت في مجملها على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وخصوصا في اليمن وسوريا. في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية أيضا كان لليمن حضورها الواسع، وكان للرئيس هادي حضور حظي بحفاوة غير مسبوقة تحمل أكثر من دلالة سياسية في هذا التوقيت تحديدا. على صعيد الحديث المتعلق بالتوسع الإيراني والشأن اليمني، حمل اللقاء الذي ضم عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون العديد من الإشارات والمضامين. الجبير صرح أن المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب. بخصوص اليمن قال الجبير: الحوثيون لا يتجاوز عددهم 50,000 ويرغبون بالسيطرة على دولة يسكنها 28 مليون نسمة، مضيفا أنهم يستولون على المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وهو ما يضاعف من المجاعة حد قوله. فوز روحاني في الانتخابات الإيرانية كان له أيضا حضوره في المؤتمر الصحفي الذي أكد فيه الجبير أن فوز حسن روحاني بانتخابات الرئاسة الإيرانية مسألة داخلية، والسعودية تهتم بالأفعال وليس بالأقوال، متهما إيران برعاية الإرهاب. إلى أي مدى سينعكس الاتفاق الخليجي الأمريكي على الأوضاع في اليمن؟ كيف سيؤثر هذا الأمر على التواجد الإيراني في المنطقة، خصوصا مع استمرار الإدارة الإيرانية السابقة وفوز روحاني في الانتخابات؟ هذا ما ستفصح عنه مخرجات أهم الزيارات الدولية إلى المنطقة والقمم الثلاث التي عقدت بالتوالي في العاصمة السعودية الرياض.